حياه العربيد كيف تبدا. العربيد له عده اسماء، ناس بسموه العربيد وناس بسموه الحنش او حنيش، في ناس بيقولوا له هو نفسه العربيد. طبعا زي ما حكينا هو غير سام، لا بيقطع الانسان ولا بضر الانسان، له فوائد ممتازه. قتله اكبر غلط، بياكل الحياه وبياكل القوارض وبياكل كل شيء. طبعا بيبدا العربيد فكس ان البيضه بكون بهذا الشكل، خلينا نحطه على الارض يبين اوضح، بكون بهذا الشكل اللون. طلع هاي نقطة طلع، بصير يقلب حاله لما حدا يمسكه عشان يفلت منه. زي ما حكينا هذا هو العربيد، بكون من صغره حتى يصير طوله من 1.20 متر. كيف بيبدأ حياته؟ باللون من مصغره، باللون اللي فرجيتكم إياه. طبعا العربيد بيطلع صغير، بضل تحت راسه ابيض، شايفين البياض هي موجود تحت راسه، بضل ابيض زي ما انتم شايفين. هذا العربيد متحول اسود جديد، زي ما انتم شايفين لونه مش اسود اسود، يعني معطي بني على خفيف. هذا تحول عندي انا، كان لونه زي هذاك وتحول عندي. طبعا الطول اللي وصل فيه هو، لا تفتحش تمك، اللون اللي وصل فيه لهذا الطول، طوله الان 1.30 متر بالضبط، طوله 1.30 متر زي ما انتم شايفين، ببين سهل جدا. اللون الابيض بتحول اسود، بعدين بكبر لحد 2.5 متر، يعني متوسطه 2.30 متر 2.20 متر، احيانا بيوصل ل 2.5 متر وبضخم. ولما بكبر العربيد بصير بهذا الحجم، بطول كمان شوي وبتخن كمان، يعني بصير اكبر من هيك. هذا كبير وبالغ العربيد. طبعا هو بعوض بس عاد ما بيعمل شيء، زي ما حكينا العربيد مفيد، بركاه تحت راسه، تحت راسه بضل الابيض ما بيتغير زي ما شفنا، فبصير بهذا الحجم وبهذا الطول. وللاسف لما بيوصل لهذا الحجم والطول العربيد بكون معاني بحياته، يعني بقعد سنين لما يوصل هيك، وفي الاخر بتم قتله بسهوله. طبعا قتل العربيد يا اخوان بضره، يعني اللي بقتل عربيد وبفكر انه ساعد الناس هو بالعكس اذى الناس. العربيد يا عم بحميكم وبحمي اولادكم من الافاعي الثانيه، يعني العربيد مفيد ما في داعي لقتله. حتى بالقوارض يعني هو كمان بنظف في القوارض، القوارض الفيران تحمي الامراض. ان شاء الله انه الناس تبطل. شوف ما يا جماعه